بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة قصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد وهب الله تعالى السيدة عائشة رضي الله عنها وهبها ذكاء فطري وذاكرة قوية، وداها كمان الحفظ السريع، أهلها رب العالمين سبحانه وتعالى عشان تتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعانها بكثير من الوسائل، وهي من هي في رواية الحديث وتعليم المسلمين سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك تفسير القرآن الكريم. رضي الله عنها نشأت في بيت أبيها سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو بيت ربنا سبحانه وتعالى أذن أن يعني نوره بنور الإسلام مبكرا. وهي نفسها حتى بتقول وبتحكي عن سيرتها، بتقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. يعني هي نشأت على الإسلام منذ بدايتها، فتربت في هذا البيت العظيم البركات تحت رعاية أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الرجل الصحابي العظيم الذي هو أحب رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كمان أول من ساند الدعوة الإسلامية وأنفق عليها من يعني أمواله الخاصة عشان ليشتد، وعمل ده خالص لوجه الله الكريم، ليشتد بذلك عود الإسلام الحنيف. عاشت أمنا السيدة عائشة في بيت النبوة كذلك بعدما تزوجت بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونهلت رضي الله عنها من المعين النبوي الصافي. وعرفت السيدة عائشة رضي الله عنها بتطلعها الكبير قوي والواسع جدا في طلب أنوار الوحي الشريف عشان تستفيد من العلم والفهم في نفس الوقت. فهي رضي الله عنها كانت مثلا من نبوغها وحرصها على طلب العلم
وفي ده إثبات على إثبات سنة وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل ده من تأييد الله لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لحفظ الوحي الثاني وهو السنة النبوية المطهرة. تجد من سمات أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ومن شدة حرصها في طلب العلم إنها كانت كثيرة السؤال، كثيرة الاستفسار، شديدة التدقيق والتمحيص والتنقيب. ما فيش حاجة تمر عليها كده إلا لما تفهمها كويس، واشتهرت بذلك رضي الله عنها كما أخبرنا أحد مريديها من التابعين أبو مليكة رضي الله عنه لما قال إن ستنا عائشة كانت لا تسمع شيئا، تسمع شيء من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يحدث به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو من القرآن الكريم إلا راجعت فيه حتى تعرفه. كانت دقيقة جدا في طلب العلم، وإنها ما بتفوتش حاجة في طلب العلم، وعلى طول بتسأل، وطبعا السؤال نصف التعلم. ومش كده وبس، ده كانت كمان ستنا عائشة يعني زي ما قلنا إنها كثيرة التدقيق والتمحيص والسؤال عشان تتعلم وعشان تفهم. وما كانتش أسئلتها أسئلة يعني اللي هي لا جدوى من ورائها، لا، دي أسئلة مدققة محققة مفكرة فقيهة مفسرة، فتسأل زي ما سألت النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير اللي كلنا حافظينه، بس عايزين نقف عنده دلوقتي من جانب آخر. طريقتها وهي بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام وفقهها في سؤالها، أصل الإنسان لما بيسأل بيبان فكره، بيبان إيه اللي شغله، فهي فقه أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تجلى في سؤالها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، واللي هي روت لنا ما سألت النبي وبما أجابها صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا السيدة عائشة: قلت يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، لو ربنا وفقني كده وفي إحياء الليالي العشر فوفقت لليلة القدر، ما أقول فيها؟ هي عارفة أن الليلة دي العبادة فيها خير من ألف شهر، وأن الليالي دي من الليالي الشريفات، ما هي ليالي أيام وليالي رمضان كلها مباركات، وبالذات ليالي رمضان وبالذات العشر الأواخر اللي فيها ليلة القدر، ما حبيتش الليلة دي تفوت دون أن تفوز وتحظى بدعاء كريم من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهي في بيت النبوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر كان النبي عليه الصلاة والسلام بيستيقظ وبيوقظ أهله للصلاة والذكر، لكن هي عندها نهم في طلب العلم، ما أقول فيها؟ لو أنا عرفت أو ربنا وفقني لليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما قل ودل، والعفو يشمل العفو والعافية للإنسان في الدنيا والآخرة، وده من فقه أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن توفيق الله لها أن تسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فيأتينا هذه الإجابة وترويها أم المؤمنين وتعلمها الصحابة والتابعين، ويصل إلينا هذا العلم غضا طريا، وده من تأييد الله لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. في بيته طلب للعلم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأطهار، وكمان الصحابة من الرجال والنساء كله قاعد في جندية طلب العلم، كله حريص على التلقي من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من تأييد الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حفظ الله لسنة نبيه المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها هي منذ نعومة أظفارها هي في رحاب الوحي تسمعه في بيت أبيها خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بيت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهي كما ذكرنا وذكر أهل العلم والتحقيق كانت شديدة الذكاء، قوية الذاكرة، مقبلة على العلم بكلها، بالتلقي تتلقى العلم، وكمان تحفظ العلم وتسعى بالسؤال للفهم. لقد كانت رضي الله عنها وهي صبية بتلعب
تسمع الآية من القرآن فتحفظها وتضبطها. تضبط يعني تضبط مكان نزول الآية، الآية نزلت فين وإمتى نزلت، يعني مش بتحفظ الآية القرآنية بس، لا، ومكان النزول وفين نزلت وما يتعلق بها من الأسباب، كل ده تحفظه أمنا عائشة رضي الله عنها، حيث تقول لقد نزل بمكة. شوف تحديد المكان، هي حفظ الآية نزلت فين على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم، وإني لجارية ألعب، وأنا عيلة صغيرة بلعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، في سورة القمر، في آية من آيات سورة القمر. وبتحكي كمان وبتقول رضي الله عنها أمنا السيدة عائشة: وما نزلت البقرة ولا النساء إلا وأنا عنده، تعني وهي عند في بيت النبوة الشريف، لأن السيدة عائشة بعد ما انتقلت إلى البيت النبوي الكريم حضرت كتير من نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الوحي كان بينزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما ينزل وهي معه وأمنا عائشة معه، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا في لحافها. الأمر اللي جعل أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها بتلتقط الآية من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فتحفظ الآية بقوة وتعي الأحكام وتعي كمان مقاصد الأحكام، فجمعت رضي الله عنها إلى حفظ القرآن معرفة معاني القرآن، وأنها تفهم معاني الألفاظ ومرادفتها ومقاصدها وتفسير الآيات، فأصبحت أمنا السيدة عائشة زوج النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أصبحت من كبار المفسرين للقرآن الكريم. ساعدها على كده برضو إنها كانت عندها معرفة شديدة، كانت بارعة في اللغة العربية. صحيح العرب كلهم كانت، لأن ده الفن بتاعهم، دي الثقافة بتاعتهم، كان في حب وعشق للكلمة، إلا إن هي كانت بارعة، عندها دقة في معرفة وحس عالي باللغة العربية، وكانت ملمة بأشعار العرب وآداب العرب، ده برضو ساعدها على إنها تقدر تفهم معاني القرآن وتعلم تلامذتها. ودي لينا وقفة عندها، تعلم تلامذتها من الصحابة رجالا ونساء، وبعد كده من التابعين، لأنها ليها مريدين كتير جدا وليها تلامذة كتير جدا رضي الله تعالى عنها. هي ما كانت لتكون كذلك إلا بالتربية النبوية الكريمة، إنه النبي عليه الصلاة والسلام أعد جيل علمي خطير في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين و آل بيت النبي رضي الله تعالى عنهم، وكذلك صحابة النبي الكرام، كل دول متلقين للعلوم، شيء يصعب معه فوات السنة بأي حال من الأحوال، ولا يقول ذلك إلا مكذب، اللي يقول إن السنة ضاعت ولم تدون ولم تثبت من القرن الأول منذ زمن النبوة، هذا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها من كبار المحدثين المتميزين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت من كبار حفاظ السنة المتقنين الضابطين، كان عندها شدة ضبط، تراجع متن الحديث كويس مع فهم الحديث، وامتازت عن غيرها من الصحابة إنها إيه؟ إنها سمعت الأحاديث دي مباشرة كده، مشافهة كده من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها انفردت رضي الله عنها برواية أحاديث الحقيقة لم يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام غير أمنا السيدة عائشة لمكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيرجع لأمنا السيدة عائشة الفضل في نقل السنة النبوية ونشرها بين الناس، وهي رضي الله عنها لو لم تنقل لنا ما تلقته من السنة النبوية المطهرة، يتلقت كثير من السنة النبوية، لو لم تنقل هذه السنة لضاع قسم كبير منها، خاصة في الأمور اللي في حياة النبي أو اللي هي متعلقة بتصرفات النبي عليه الصلاة والسلام، بالذات
في بيت النبوة الشريف وفي تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أهلي، زي ما روت لما سئلت رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج. ما كانش إلا أنه صلى الله عليه وسلم في خدمة أهل بيته، محتاجين مساعدة في حاجة، محتاجين استحضار شيء، محتاجين مساعدة في البيت. هذا المعنى العظيم اللي نقلته أمنا السيدة عائشة عشان تعلم رجال الأمة كيف كان صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين. كان يكون في مهنة أهله. إيه اللي يشغله عن أهله؟ مش صحابه والخروج والتنطيط والانشغال عن تربية الأولاد والقيام بحق الزوجة والأولاد، لا، اللي كان بتشغله الصلاة. فإذا حضرت الصلاة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ثم يعود ليكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. هي روت لنا هذا الحديث، وكان أمنا السيدة عائشة حفظها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإتقان الحفظ ده كانت هي بتعتبر مرجع كبير جدا للصحابة. فأي شيء يختلفوا فيه، أي شيء يقع يعني يبقى فيه نوع من الشك، فأي شيء يختلفوا فيه من الأحاديث بيرجعوا لأمنا السيدة عائشة فيجدون عندها الجواب الشافي اللي بيحسم أي نوع من أنواع الخلاف ما بينهم. وتعال نشوف أحد تلامذة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة. كان سيدنا أبو هريرة من عادته في تلقي العلم من أمنا السيدة عائشة يدخل مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام كده جنب حجرة أمنا السيدة عائشة، يجلس بجوار الحجرة يسمعها، ماسك يسمع السيدة عائشة ما يحدث به الناس، فيسمعها الحديث اللي هو بيعلمه اللي بيرويه للناس، بيرويه عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعدين يقول لها، والعلم الذي يعلمه كذلك للناس فهمه، ثم يقول: يا صاحبة الحجرة، على أمنا السيدة عائشة: أتنكرين مما أقول شيئا؟ يا صاحبة الحجرة أتنكرين مما أقول شيئا؟ في حاجة من اللي أنا قلتها أو سمعتها أو عرضتها عليك من العلم تنكرينه علي تراجعيني فيه؟ يعني بياخد منها الإجازة على ما يعلمه للناس. وعلى فكرة سيدنا أبو هريرة ممن روى عن أمنا السيدة عائشة، ممن تلقى العلم على أمنا السيدة عائشة، كان بيراجع على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أمنا السيدة عائشة، فبيراجع معها العلم رضي الله عنها. وده لأنها بلغت درجة كبيرة وعالية في التمكن من العلم، حتى إن هي صارت مرجع كبير للصحابة. وصار حتى كما ورد إنه معاوية في خلافته كان بيكتب إليها الرسائل. الرسائل دي بتبقى عبارة عن أسئلة بيسألها لها، يسألها عن حكم، يسألها عن حديث معين أو عن شيء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما كانش بيطمن ولا يصل إلى اليقين إلا في أي شيء فيه نوع من الخلاف أو شك إلا من غيرها، كان هي المرجع الأساسي، حتى يرد عليه جواب أمنا السيدة عائشة فيبرد صدره ويطمئن لما كان يستعلم عنه. وده من مكانتها العظيمة في تلقي العلم وتلقي الوحي من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك مكانتها في إنها بتعلم العلم للصحابة وللتابعين. فرضي الله عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن سائر أمهات المؤمنين. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الناس الخير.